مرحبا بكم جميعا هنا شهر سنغال. إذا هي فرصة باش نعرفوا بالخدمات المتعددة والمتنوعة على شركة وزير الكهرباء والغاز. هي عبارة عن معرض صغير فيه معدات الكهرباء، فيه معدات التحكم عن بعد، فيه معدات الغاز، أيضا فيه مرويات وكتيبات اللي فيها نصائح وأشياء وقائية بالغاز. ما يخفاش عليكم أن موازنة مع فصل الشتاء كنا بدينا بالعمليات التوعية والتحسيس، طبعا بالتنسيق مع مديرية التربية على مستوى المدارس الإكماليات الثانويات. العملية ما زالت متواصلة إن شاء الله. بما أنه شركة سنغال هي شركة المواطنة، هدفها الأول طبعا هو أريحية المواطن، لذلك حنا دائما نقوم بعملية التحسيس. بما أنه من هضر الغاز الطبيعي كاين آلة مهمة سيد الوالي فنحن نعرفوك بها، واللي هي آلة الأرسف، آلة البحث عن تسربات الغاز. بالك سيد الوالي لو كانت فرنسا برا ولا تشوف أن عشرة تاع لابس ورافد هذه المعطية بصح ما تعرفهاش واش هي، هي آلة مهمة رايح نخلي الزميل يشرح لنا عليها شوية. مسيء غجلول ريبريزنت غادي تي جي ديال عندي مشي بصافي تري تري بيان كو بصافي تري تري بيان كو دونت لو سوسي بريمورديال سي لي دونجي دي غاز سوا لي غاز بروليه او بيان لو غاز ناتوريل. كونسيرنون لو غاز ناتوريل اي بور لا سوفرينتي دو نوتر باتريموان كي كونسيست دون لو ريسك دو ديستريبيسيون دو غاز اون ا سيت اباريل لا عندنا هذه الآلة مربوطة في الكهرباء، الدور تاعها تكشف لنا تسربات الغاز في لو ريزو دو ديستريبيسيون اللي على برا. وصافي تري تري بيان تعرف نعم مع البول نعم ديريكتومون سور تيرا. ليسونسيال سي كو نتمشوا لينيرمون مع لو ريزو دو ديستريبيسيون اون باراليل سي جوست ابوزي. الآلة هذه تكشف كل أنواع الغازات القابلة للاحتراق تو غاز كومبوستيبل اون فوا ليكيب تكونفيرمي بلي كاينة اون فيل دو غاز عندنا يوتر ليكيب عندهم هذا لاباغي اللي هو اللي يصف اسكو هذا لو غاز اللي اكتشفه لا ان باتاوان سي تاي غاز ناتوريل اللي نستعملوه في البيوت ولا سي تاي نوتر لو غاز كومبوستيبل كوم ليسونس او بيان تو غاز اورغانيك. اون فوا لو غاز ديتيكتي اي لوكاليزي عندنا ثاني اون ايكيب اللي تعمل لانترفونسيون جي عندنا لاباري ديال الكونفيزيون يحفروا لا برونشي يديروا لا ريباراسيون نعاودوا يديروا لا ريميز ان ليطا ونعاودوا ثاني من جديد نجيبوا لاباري بور كونفيرماسيون اسكو لا ريباراسيون ايتي فات افيك سوكسي او با. حاجه اخرى هذه ديتكت لي فويت في زونسان اوفير هذه ديتكت لي فويت dans des milieux fermés, tels que la salle et à la ferme. Détecter la fibre brute, les colonnes montantes au niveau des bâtiments, des immeubles. Et on a une chose importante, qui est ce cachet. Ce cachet, c'est l'odorimètre, l'odécart. Il y a un exemple que le gaz, Rabbi, il y a un gaz qui c'est un gaz inodore. La sonde à gaz, تزيد له ان برودوي اللي نعتمدوا عليه باش في حاله التسرب تاع غاز نشربوا هذه الرائحه هو اليرتي لي اليرتي نستعملوا هذا باش نشوفوا لو طو اسكو لو طو دو سو برودوي راه كونفور او نور ولا لا هذا هو نشكر خصوص رفع الزلالات وتسهيل الاجهزه التحكم عن بعد سي مايتر سنة 2005 وضعت مصلحة اسمها مصلحة التحكم عن بعد مقابل استثمار مشروع أدينا بحوالي 130 مليون أورو على مستوى 5 ولايات أخرى من بينها ولاية عين المنشد وهذا كله من أجل منع خدمة جيدة وحسنة لزبائن سنغال. على سبيل المثال نقوم بهذه القاطعة سيقال قاطعة كهربائية ذكية
تكون عالية 30 كيلو فولت. هذه المفتاحة أن توجد قاعدة تحكم موجودة في ولاية عين دمشق. عندنا حوالي 100 طابق قاطعة موزعة على قطر ولاية عين دمشق. يمكن كل هذه القاطعة بفتح وخلق على التيار الكهربائي بدون تدخل عن سمايكات، يعني تنشق عن عدوى. الميزة اللي فيها أنها تعطينا تعين أخر خارج مكان الخارج، يعني هذه نعم فرزو عدنا في الهندية محطة عدنا خلل ليزو. هذه تتوجه باللوجات التحكم المغناطيسية أو الأوتيل تاعها. عندنا أوتيل واحد آخر موجود في قاعة التحكم، يعني هذه تتوجه باللوجات التحكم المغناطيسية. من قوم العون تاع قاعة التحكم بعزم